الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين. المحاضرة عنوانها الحقائق بين سوء التأويل والتشويه المتعمد. سوء التأويل من عندنا، بعض شبابنا فاضي ما عندوش حاجة، خصوصا الولاد اللي مولودين هنا والحماس مليهم، وناس معينة بتاخدهم تديهم حقن، الحقن دي حقن كراهية، عبارة عن حقن كراهية. الولد بيمارس حتى الإرهاب ضدك أنت، يا إما تبقى معاه وتسمعه ما يحب أن يسمع، وإلا تبقى أنت عالم ما أنتش مظبوط. وهذه كارثة الحقيقة، ونوع من الغش والتدليس، لسبب بسيط، أنه أنا المفروض أسمحكم ما يجب أن تسمعوه لا ما تحبون أن تسمعوا. هناك فرق بين ما يجب أن تسمعه وما تحب أن تسمعه. كل واحد فينا بيحب يسمع ان هو كويس وجميل وحلو ويعني الدنيا كلها من حواليه وردية، لكن ليست هذه الحقيقة. المفروض انك تسمع ان انت محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج تتعلم كذا ومحتاج تتعلم كذا. وانا يعني احكي تجربة بسيطة حدثت معي، يمكن اكون ذكرتها قبل كده لكن مفيش بأس ان انا اكررها. في مرحلة من مراحل التكوين العلمي ليا، كان في قضايا معينة مستعدة موت عشانها، مستعدة أقاتل الدنيا كلها عشانها، فاهم فهم معين ومستعدة قاتل الدنيا كلها عشانه. ظلت هذه القضية إلى أن التقيت بأحد المفكرين الكبار، دكتور محمد البهي رحمة الله عليه، وده معاه دكتوراه في الفلسفة الإسلامية من ألمانيا، وكان وزير الأوقاف في مصر، جه إلى الإمارات وكنت تشرفت بأني كنت المرافق له. أنا معاه طبعا طول اليوم، يعني من أول ما بيصحى من النوم وأنا معاه لغاية ما بينام. فاقتربت منه، بدأت أطرح عليه بعض القضايا اللي تعباني ومحيراني. والله يعني أنا عشت سنوات يا أخوانا وأنا أحمل هذا الهم
الشديد جدا ولدي قناعة بأننا مستعد أموت الدنيا كلها وموت عشانها. هذا الرجل حلل الإشكال في كلمة واحدة. عندما عرضت عليه الموضوع ضحك وقال لي يا ابني الآية اللي انت يعني اللي عامله لك الإشكال ده كله في سورة ايه؟ قلت له في سورة التوبة. قال لي متى نزلت؟ أول ما قال لي متى نزلت أدركت الإجابة، بس اداني المفتاح. متى نزلت؟ قلت له في السنة التاسعة من الهجرة. قال لي يعني بعد الإسلام ما اكتمل وبقاله دولة، يعني سورة التوبة دي بتمثل وزارة الخارجية. انت بتتكلم دلوقتي في يعني انت في مرحلة بناء، ازاي بتتكلم في الدستور العلاقات الدولية وانت لسه اصلا ما عندكش بناء، ما عندكش بيت؟ هي ناس بتعمل السور الاول ولا بتبني البيت الاول وبعدين بتعمل حواليه سور؟ الاول تبني البيت وبعدين تعمل حواليه سور. لا، البعض عايز يعمل سور من الاول كده ويبدأ من داخل السور يعلن الحرب العالمية على الناس كلها. هذا منطق اعوج. وهنعرض دلوقتي يعني في المحاضرة هنعرض انه يعني هنعرض الموقف الإسلامي من هذه القضايا. ف يعني اهل العلم هم الذين يجب ان يسألوا في هذا، والقرآن الكريم بيقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قضية اهل الذكر دي قضية حيوية جدا يا اخواننا، ومهمة، مهمة جدا. واهل الذكر دول اهل الاختصاص. نحن نسأل اهل الذكر في كل المجالات. يعني لو عندك بيت عايز تبنيه ما بتجيبش ابدا الا واحد تكون واثق فيه. لو عندك عملية جراحية هتعملها بتدور على جراح كويس، ما بتجيبش حلاق، ما بتروحش حلاق تقول له انا عندي بتاع هنا افتح لي عند ودني هيبوظها لك. فيعني سؤال اهل الذكر قاعدة شائعة في كل المجالات الا في الاسلام. لما بنيجي الاسلام كله مفتوح. هو الإسلام ده بتاعك ولا بتاع أهلك ولا بتاع أبوك؟ ده بتاع الدنيا كلها. أنا من حقي أقول يا سيدي من حقك تبدي وجهة نظرك، لكن لا تبديها على أنها وجهة النظر الإسلامية. لما تعرضها على أنها وجهة النظر الإسلامية أو الآخرين بياخدوها منك على أنها وجهة النظر الإسلامية بيبدأوا يتجروا بيها ويبدأوا يشوهون بيها ويبدأوا يعني يلتمسون المعايب بيها. فعلى كل حال دي قضية يعني ستعالج إن شاء الله في المرحلة القادمة. والدرس ده صحانا كويس جدا، وإن شاء الله المرحلة القادمة هيبقى شبابنا هيعرفوا يتكلموا كويس وهيعرفوا يعرضوا كويس وهيعرفوا يردوا كويس. لكن ده ما هواش هينفي قاعدة الهجوم. ليه؟ الهجوم ده دائم، ربنا قال لنا عليه لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يعني هي قاعدة ماشية، ترد ما تردش هم يحاولوا يؤذوك. لكن هناك فرق بين أن يحل عليك البلاء وأنت لا يد لك فيه، وبين أن تستجلب البلاء لنفسك، بين أنك تقدم أنت المبررات اللي تخلي الآخرين يضربوك بيها. المحاضرة عنوانها الحقائق بين سوء التأويل والتشويه المتعمد. لكن قبل الحقائق لابد أن نعرض شيئا مهما. قبل الحقائق، احنا ما احناش جسم غريب عن استراليا، نحن مواطنون استرال، كلنا يحترم القانون ونحرص على هذا، ولا يجوز لأحد أن يزايد علينا في هذا الأمر مهما كان، لا صغير ولا كبير، ما حدش يزايد علينا، لا إعلامي ولا مسؤول، نحن جزء من المجتمع الأسترالي وما حدش يزايد علينا في هذه القضية. طيب، هذه أولا. ثانيا، إحنا مش جايين عشان نعلن حرب عالمية على الدنيا كلها، نحن نحمل رحمة الله للعالمين ونحترم أهل الأديان الأخرى لأنه جزء من إيماننا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله. فاحترامنا لأهل الأديان الأخرى ده جزء من إيماننا، جزء من عقيدتنا، ونحن لا نقول هذا الكلام مجاملة، وإنما نقول من منطلق عقدي. ومعنى من منطلق عقدي يعني مش تحت طائلة الخوف بنقول له لا ده أنا ده أنت كويس وأنا بحترم، لا القضية مش كده، القضية أن أنا أعبر عما في عقيدتي بالضبط. نحن نتعامل مع جميع الأجناس من منطلق الأخوة والمساواة في الأصل الإنساني، كلكم لآدم وآدم من تراب، وعلى الناس إن كانوا أبيض أو أسود، شعره أصفر ولا شعره كنيش، عليهم أن يدركوا تماما أن الأب واحد وأن الأصل الإنساني واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من منطلق عقيدتنا نرفض كل عمل يخرب أو يؤذي أحدا من البشر بصرف النظر عن دينه أو جنسه. ليه؟ ليه؟ ليه بنعمل كده؟ برضو ما احناش خايفين من حد، إنما بنقول إن ربنا علمنا وقال لنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنا مطالب إن أنا أضيف إلى الخير الموجود خيرا جديدا، وأضيف إلى الجمال الموجود في الكون جمالا آخر، ومش مطالب إن أنا أخرب أو أدمر. ونحن نقول هذا الكلام أيضا من منطلق عقيدتنا لا تحت سطوة الخوف. المؤمن لا يخاف من أحد على الإطلاق، ما احناش خايفين من حاجة، إنما بنعرض ما لدينا من منطلق عقيدتنا. نرفض أي أمل تخريبي يؤذي أحدا من البشر بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. بالعكس أنا مطالب إنه إذا فيه أذى بيلحق بأي من البشر أنا مطالب إن أنا أرفعه عنه وأزيل الأذى عنه. والإسلام يا أخوانا يعني دين بيحترم حق الحياة للدنيا كلها. طبعا ما احناش محتاجين إن احنا نأكد إنه إحنا مواطنين استرال، وكل ما يسر استراليا يسرنا وكل ما يؤذيها يؤذينا، وبنعتبر إنه أمن استراليا معناه أمننا نحن جميعا، وكل تهديد لهذا الأمن هو تهديد لحياتنا، فما حدش يتاجر علينا في هذا الأمر. بل أقول إننا نحن المسلمين أول ضحايا الإرهاب، أول ضحايا الإرهاب العالمي الذي يمارس لا من قبل الأفراد وإنما يمارس من قبل دول. نحن أول الضحايا ونحن أول من تأذى من قضية الإرهاب، فما فيش حد يعني يحاول إن هو يزايد علينا في هذا الأمر. علينا كمسلمين إن احنا نرفض كل عمل إجرامي يؤذي البشر ويهدد حياتهم، سواء صدر هذا الإجرام من أفراد أو جماعات أو حكومات. فالجريمة هي الجريمة بصرف النظر عن الجهة التي صدرت منها. يعني هذه قضايا من المهم جدا إن احنا نعرفها كويس. احنا بنؤكد يقينا بنؤكد يا اخواننا إن الإسلام بيحمي حق الحياة لمين؟ الإسلام بيحمي حق الحياة لمين؟ يحمي حق الحياة لا للإنسان وحده، لا للبشر وحده، وإنما لكل مفردات الطبيعة وللمنظومة الكونية كلها ومنها الحيوان. وكلنا عارفين الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكلنا عارفين الحديث الثاني أن امرأة أن رجلا سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش فشكر الله له وأدخله الجنة. فكلنا عارفين القاعدة دي. من هنا نحن نرفض كل عمل يضر بالبشر وندين بشدة من يفعل ذلك أو يحرض عليه، كما نرفض أيضا أن تلصق تلك التهم بالإسلام أو بكل المسلمين. لأنه زي ما في الأديان الأخرى ناس متطرفين، في المسلمين برضو طوائف كده. ممكن هل أنا أستطيع أن أنا أدين المسيحية
لمجرد انه مثلا الجيش الايرلندي قتل 1772 بني ادم اقول لا ده المسيح ده دين ارهاب؟ طب هم دول مش مسلمين ودول مسيحيين ودول كاثوليك ودول بروتستانت وبيضربوا بعض وقتلوا من بعض 1772 قتيل، بل ان هناك حربين عالميتين اكلت الاخضر واليابس لم يكن المسلمون سببا فيها، فلماذا تلصق وتحجز تهمة الارهاب للاسلام وحده وللمسلمين وحدهم؟ الصرب ماذا فعلوا في اوروبا الشرقية؟ ارتكبوا مجازر لا حصر لها، لم يقل احد عنهم بانه ارهاب الارثوذكسي، ما حدش قال كده، يبقى الارهاب بس محجوز للاسلام. ده بالاضافه انه احنا زي ما بقول بندين بشده من يفعل ذلك او يحرض عليه، كما نرفض ايضا ان تلصق تلك التهم بالاسلام او بكل المسلمين، ونطالب بازاله الاسباب التي تسببت في نزيف الدم في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي اي مكان من ارض الله الواسعه. إذا كانت الجهات الرسمية في أستراليا تحذر من الإرهاب وتخاف وقوعه في مجتمعنا فنحن معهم في هذا الأمر، وعليهم بمقتضى المسؤولية حمايتنا من الإرهاب الفكري والإعلامي الذي يمارس ضد المسلمين في كل وسائل الإعلام في كل لحظة من الليل أو النهار. نحن مع أستراليا، مع كل الشعب الأسترالي، لكن ضد كل تجار الحروب. بنلاحظ اللي بيسمع الإعلام فيكم، الإعلام بيهيج المجتمع الأسترالي ضد الإسلام والمسلمين ويعتمد نظرية الفاعل الجاهز في كل حدث وقع أو يقع. نظرية الفاعل الجاهز دي يعني إيه؟ أي حاجة تحصل يبقى اللي عاملها مين؟ من غير بحث، من غير تقصي، الفاعل موجود، استمارات معدة كده جاهزة، ها حط الاسم، الفاعل مسلم، وأول ما يحصل حاجة تلاقي الإعلام بيعرض صورة واحدة محجبة وواحد بلحية. الله، إيه الموضوع ده؟ لسه الفعل لسه بتمسكش. حتى في أوكلاهوما لما حدث انفجار أوكلاهوما بدأوا يجيبوا ناس، طبعا بسرعة أعلنوا الفاعل الجاهز وبدأوا يجيبوا ناس محجبات وناس مش وناس بلحة ومعرف إيه، وبعدين اتضح إن الفاعل إيه؟ ها؟ أمريكي. اتضح إن الفاعل أمريكي لما اتضرب هنا اسم الشرطة، على طول راحوا جايبين صورة كبيرة لواحد من علماء الدين، ما قالوش صحيح انه، لكن جابوا صورة لواحد من علماء الدين وبعض المتدينين وصور للناس بتصلي. الربط ده معناه ايه؟ معناه ان الفاعل مسلم، فهم يعتمدون نظرية الفاعل الجاهز ويحملون المسلمين، كل المسلمين، مسؤولية ما يحدث في الداخل او الخارج قبل ان يعرف الفاعل. وهذا نوع من العنصرية والتعميم الخاطئ الذي يجرمه القانون ويرفضه المنطق وتأباه العدالة، ومن هنا يتحتم رفع هذا الظلم عن شريحة فعالة من شرائح المجتمع الأسترالي وهي الشريحة الإسلامية، وهذه مهمة الأجهزة الأمنية ليعيش المجتمع في وفاق وانسجام بين أجزائه وأعضائه. نعم. عليكم السلام. نحن نجزم يقينا أن المشكلة ليست في الإسلام ولا في المسلمين ولا في دين من الأديان، لكن المشكلة في تجار الحروب الذين يصنعون بؤرا للصراع ويغذون الشعوب بالأحقاد والكراهية ويقسمون العالم إلى ضد ومع وفقراء وأغنياء ومتقدمين ومتخلفين وشمال وجنوب ومسلمين ومسيحيين ويهود، ويلبسون وينسون أن الناس جميعا من آدم فهم إخوة لأنهم أبناء أب واحد وأم واحدة. 11، علينا جميعا ألا نترك أحفاد قابيل. عارفين قابيل مين؟ مش صلاح قابيل، قابيل القاتل الأول. علينا ألا نترك أحفاد قابيل وهو القاتل الأول يريق دماء الناس أفرادا أو جماعات أو شعوبا وأمما. 12، علينا أن نعترف آسفين
أن النظام العالمي الجديد لم يوفر للناس أمناً، وأنه فشل في محاربة الفقر، وكرس معنى الكراهية، واغتال الحرية باسم الديمقراطية وباسم محاربة الإرهاب، وفتح المزيد من السجون والمعتقلات، وعذب البشر وانتهك حرماتهم، وسجل أعلى مستوى من المقابح والفظائع والفضائح في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك يتحتم علينا جميعاً أن نعمل معاً كأستراليين من خلفيات مختلفة، مسلمين ومسيحيين وغير ذلك، من أجل تحقيق أمن البشرية وحماية كرامتهم وصيانتهم وصيانة حياتهم، وأن نتعاون معاً لتحقيق أكبر قدر من الأمان والسعادة لكل البشر بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الخلفية الحضارية. في حاجة اسمها واجب الوقت. واجب الوقت يعني إيه؟ فريضة الفريضة الحالية، فريضة الزمن الحالي. فريضة الزمن الحالي تدعونا أن نتكاتف جميعاً دون تمييز ضد كل الأخطار التي تهدد مجتمعنا استراليا بالأمراض، ومنها المخدرات والجريمة، وفي مقدمتها الطائفية والعنصرية. وهذا يتطلب ألا يكون الإعلام متحيزاً، وألا يتبنى المواقف الجاهزة، وأن يكف عن التحريض والاتهام وإثارة الكراهية. نبدأ بقى ناخد الحقائق. اللي قلناه ده كان تمهيد لما قبل الحقائق. دلوقتي هناخد الحقائق اللي هي بين سوء التأويل وبين التشويه المتعمد. أول حقيقة إن الإسلام بيحرض في مبادئه على العنف، وهذا في الحقيقة تشويه، لأنه الإسلام يحرص في مبادئه وأخلاقياته وقواعده على استمرار الحياة، ومن ثم من مقاصده العامة حماية حق الحياة وحماية النسل والذرية. فكيف ترتكب جرائم القتل ضد الأبرياء باسمه؟ الزج باسم الإسلام هنا امتهان لما يجب أن يصان، وتحميل للإسلام بجريمة كل مبادئه وأخلاقياته ترفضها وتجرمها وتعاقب فاعليها بأشد أنواع العقاب. الحقيقة الثانية إنه تأشيرة الدخول للمجتمع الأسترالي بيسميها الفقهاء عقد أمان. ومعنى عقد أمان يعني إيه؟ يعني وثيقة محمية بالقانون وبالدين، وثيقة محمية إنه هم يضمنوا لك حريتك، يضمنوا لك أمنك، يضمنوا لك حق التعبير عن رأيك، يضمنوا لك حق ممارسة عبادتك، وأنت تضمن ألا تتعرض لهم بأذى في أموالهم أو أعراضهم أو ذراريهم. وهذا العهد إحنا مطالبين بالوفاء به. يعني أنا يوم يدوني تأشيرة الدخول، هذه التأشيرة هي نوع من العقد، عقد أمان بيني وبين هذا المجتمع. فأنا لا أضر هذا المجتمع، بالعكس بل أحرص عليه، والمجتمع ده يضمن لي حريتي وأماني ويضمن لي ممارسة عبادتي. عقد الأمان ده الإجماع كل المسلمين على الوفاء به، ولا يجوز للمسلم أن يغدر أبداً. والقرآن الكريم بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبيقول لنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. التوجه اللي بيستبيح دماء الآخرين وأموال الآخرين وأعراض الآخرين، هذا التوجه توجه فاسد، وتوجه مخرب، وتوجه يصور المسلمين بأنهم قطاع طريق، والمسلمون ليسوا كذلك. المسلمون أوفياء، ونبي المسلمين صلى الله عليه وسلم كان له مع الذين أباحوا دمه، والذين صادروا حريته في مكة، والذين قالوا عنه بأنه ساحر، وقالوا عنه بأنه مجنون، وقالوا عنه بأنه كذاب، وأباحوا دمه وأرادوا أن يقتلوه. كان له معهم موقف يخلينا نرفع رؤوسنا ونقول لأ، مش إحنا دول. إيه الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر جاب سيدنا علي ونيمه في مكانه وقال له هذه أمانات
الناس ردها إليهم بعد أن أهاجر، وهم الذين أباحوا دمه وأباحوا حريته واستباحوا حريته واستباحوا كرامته وقالوا عنه كل الأقاويل وأرادوا أن يقتلوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهد الأمانة ووضع سيدنا علي وقال له رد الأمانات لأصحابها. وأنا عايز أقول يا أخواننا هنا إن المواقف الأخلاقية وسيلة هامة جدا في لفت نظر الآخرين. المواقف الأخلاقية بتخلي الآخرين يبصوا الله الراجل ده بيعمل كده ليه. المواقف دي بتخليهم بتخليهم يعيدوا النظر فيما يفكرون فيه. نعم، العقد ده بقى اللي هو عقد الأمان ده له مقتضيات. أول مقتضيات العقد أن الغدر ممنوع عليك وعليهم، فلا يجوز لك أن تغدر بهم أو تتعرض بالأذى لهم ولا لنسائهم ولا لزراريهم. ولقد كان من صفات نبينا أنه لا يغدر أبدا، كما جاء في حديث أبي سفيان عندما سأله هرقل، وسألتك هرقل بيسأل أبو سفيان، هرقل بيسأل أبو سفيان بيقول له وسألتك هل يغدر، بيسأله عن النبي، قلت لا وكذلك الرسل لا يغدرون. كما يجب عليهم ذلك أيضا بمقتضى عقد الأمان الذي هو تأشيرة الدخول الرسمي. ثانيا أنهم معصومون في دمائهم وأموالهم. يعني الكلام اللي بيقول أنهم لا أدول الكفار نعمل اللي احنا عاوزينه، لا، مرفوض هذا الكلام، وليس من دين الله ولا من أخلاقيات المسلمين. ثانيا أنهم معصومون في دمائهم وأموالهم، فلا يجوز لك أن تتعرض لهم في شيء من ذلك. ثلاثة، أن يضمنوا لك الأمن والحرية في ممارسة دينك وعبادتك. رابعا، أنت بحصولك على الجنسية صرت مواطنا استراليا، لك كل حقوق المواطنة وعليك واجبات المواطنة، وواجبات المواطنة تقتضي المساهمة الفعالة والإيجابية في بناء هذا الوطن وحمايته وحماية مستقبله من أي عدوان خارجي، كما يقتضي حمايته من أي ضرر داخلي. الحقيقة الثالثة، دائما يجب التفريق بين المبدأ والأتباع. المبدأ ممكن يكون كويس جدا، الأتباع فيهم ناس كويسين وناس وسط وناس مستواهم عالي وناس في الحضيض. يا ترى أحكم على المبدأ من خلال سلوكيات الأتباع؟ المنهج العلمي بيقول لأ، المنهج العلمي بيقول لأ، الحكم على المنهج لا يتم من خلال سلوكيات الأتباع. تفضل يا دكتور، تفضل. حكم على المنهج لا يكون من خلال سلوكيات الأتباع. ومن ثم فيه كلام كتير جدا وممارسات كتيرة جدا بيفعلها أهل الأديان الأخرى. هل أنا أقول إن الدين ده غلط لأن أتباعه هكذا يفعلون؟ هل أستطيع إن أنا أصف المسيحية مثلا بأنها دين إرهاب لمجرد إن واحد من المسيحيين عمل عملية تفجيرية أو كذا؟ هل أستطيع أن أنا أقول أن المسيحية أو اليهودية دي المسيحية دين غير مقبول لأن ديفيد قريش مثلا عمل عملية انتحر فيها 90 واحد؟ يجب التفريق بين المبدأ والأتباع، ومن ثم فلا يجوز تحميل المسلمين مسؤولية تحميل الإسلام ولا تحميل المسلمين مسؤولية أخطاء بعض المسلمين، كما لا يجوز تعميم الحكم لينسحب على كل المسلمين. وإلا حملنا المسيحية التي هي دين المحبة مسؤولية ما فعله هتلر، وانتوا عارفين مات قد ايه في الحرب العالميتين، في الحربين العالميتين كنا احنا السبب فيها؟ كان الإرهاب اللي سبب فيها؟ أبدا، احنا كنا ضحية من الضحايا. 20 مليون، والحرب الأيرلندية 1700 آخر الحرب هي بين كاثوليك وبروتستانت من أبناء دين واحد، 1772 قتيل. فإذا قلنا بقى إذا عممنا الفكرة يبقى من باب الإيه؟ من باب المعاملة بالمثل نقول على المسيحية، يعني ننسب للمسيحية ما فعله هتلر، ما فعله موسوليني، ما فعله ديفيد قورش، ما فعله ويليام ويست مورلاند في فيتنام، ما فعله الصرب في البلقان، وقلنا الإرهاب المسيحي. إحنا
كمسلمين لا نقبل، لا نقبل أبدا أن يقال هذا، ولا يجوز عندنا تهمة الإرهاب بالإسلام أو بالمسيحية عملا بمبدأ التفرقة بين الدين والأتباع. الحقيقة الرابعة إن بعض الحكومات لا زالت تدفع في مقاومة العنف إلى الاتجاه الخاطئ في طريقة المعالجة، فتدعي ادعاء يثير الضحك طبعا والسخرية إن بعض مدارس الفقراء في أفغانستان هي السبب في الإرهاب. بالذمة مش دي حاجة تضحك؟ يعني في إصرار على إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام. ليه؟ المدارس دي بتعلم الناس القرآن، إيه دخل المدارس دي في الإرهاب؟ بينما تتغاضى عن الأسباب الحقيقية التي التفت إليها مؤخراً العضو الناضج في حزب العمال البريطاني ورئيس بلدية لندن في تفسيره لزيادة ظاهرة العنف إلى ما ارتكبته بعض الحكومات الغربية من جرائم. هي دي الأسباب الحقيقية، مش المدارس اللي بتعلم الأطفال القرآن في باكستان، ده كلام تهريج. يضاف إلى ذلك ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا العالم الإسلامي والتحيز المطلق مع المعتدي بشكل دائم ومحاسبة وحصار الضحية وغض النظر عن الجرائم التي ترتكب على الأرض في كل لحظة من الليل أو النهار، والضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، ومنها حكم محكمة العدل الدولية أصدرت حكم مؤخراً لم ينفذ، وفيها أكثر من 1800 قرار من الأمم المتحدة لم تنفذ أيضاً، وتحولت الأمم المتحدة إلى أداة في بعض الدول، في يد بعض الدول لتفعل بها ما تريد ولتأخذ منها غطاء شرعيا للتدخل في شؤون الآخرين واحتلال بلدان بغير مبرر. وقضية أسلحة الدمار الشامل يعني لا زالت رائحتها تزكم الأنوف ولا زال دخانها يحجب الرؤية. وبرغم سقوط كل الحجج لهذا الاحتلال وبرغم ظهور الخديعة وانكشاف كذبة أسلحة الدمار الشامل واعتراف المسؤولين عن ذلك، إلا أن الخداع لا يزال مستمراً. يضاف إلى ذلك أن هناك في الشرق الأوسط كما يسمونه مشكلات خلقها الاستعمار لها أكثر من 70 سنة لم تحل، ونزيف الدم فيها لم يتوقف، ولم تشارك الدول التي صنعت هذه البؤر في حل المشكلة ومحاولة إيجاد حلول لها تقوم على العدل والإنصاف وتحقق السلام في المنطقة، بل أضافت جرحاً جديداً ينزف بالدماء ويغتال البشر مع كل يوم. وأضحى سكان العراق ينامون ويستيقظون على صوت الانفجارات وهي تدوي هنا وهناك وتسقط الضحايا بالعشرات يوميا. احنا برضو اللي خلقنا ده ولا هم اللي خلقوه؟ الإسلام اللي عمل كده ولا هم ولا أطمحهم؟ الحقيقة الخامسة، في أخطاء في كيفية التعامل مع ظاهرة العنف، وهذه الأخطاء مع الأسف الشديد هنا وحتى في بلداننا. ظاهرة العنف يا أخوانا إذا تحولت إلى ظاهرة يبقى لازم من دراستها، لابد من دراستها، ما ينفعش أنك تعالجها أمنيا فقط. تعالج الظاهرة أمنيا فقط بتكبر، بدليل أن المعالجات الأمنية منعت الإرهاب ولا زاد؟ ها؟ المعالجات الأمنية لما سيبنا بتوع الأمن هم اللي يعالجوا الإرهاب، اصدر قوانين واضرب بالنار واضرب في المليان واعمل كل حاجة، زاد الإرهاب ولا نقص؟ زاد. أمال إيه؟ دي ظاهرة، يبقى ندرسها، نعرف الأسباب والدوافع إيه. وأنا أتحدث كباحث مش بس كمسلم، أتحدث كباحث. دي ظاهرة يجب إن إحنا ندرسها كويس. نحن نحكم المنهج العلمي في التعامل مع الظواهر الطبيعية، لكننا نرفض هذا المنهج وننحيه جانبا حين نتعامل مع الظواهر الاجتماعية أو السياسية ومنها ظاهرة الإرهاب، ولا نقبل أو نسمع من وجهات النظر إلا ما يوافق الهوى السياسي. يعني ببساطة شديدة جدا كده، إذا كنت أنت عالم بتحترم عقلك وباحث بتحترم بحثك، انت مطلوب انك تتحول في المرحله الحاضره الى هتيف بايه؟ بكل ما يقولونه، وهتيف ضد كل ما يرفضونه. مش ده مش منطق،
احنا مش هنعالج الموضوع كده. احنا كلنا راكبين مركب واحده، يا ننجو بها جميعا يا تغرق بينا جميعا. اسمع وجهه النظر وانت بتحكم المنهج العلمي في كل حاجه. هنا ليه بتنحي المنهج العلمي ولا تسمع الا ما يوافق الهوى السياسي، وعايز تحول الاخرين الى مجرد هتيفه؟ لا نقبل او نسمع من وجهات النظر الا ما يوافق الهوى السياسي ويتفق مع وجهات نظرنا. مثلا فمثلا تنظيم القاعده، هذا التنظيم السيء الرديء الذي يتحمل مسؤوليه كل ما يحدث في التاريخ بالليل والنهار في الجو والبر والبحر، حتى مسؤوليه الزلازل. اذا حدث زلزال يقول لك ربما وراءه تنظيم، يشتبه ان وراءه اعضاء من تنظيم القاعده. طب تنظيم القاعده المنيل المهبب ده احنا سمعنا عنه منكم انتم، وانتم الذين صنعتموه، وهؤلاء كانوا اشادت بهم صحفكم واستضيفوا في بلدانكم، وكنتم تقدمونهم للناس على انهم حتى في بعض البرلمانات على انهم دعاة الحريه وابطال الحريه. فلما سقط الاتحاد السوفيتي وادوا ما عليهم انقلب لهم ظهر المجن، وبدا يحرض كل دولهم على حتى ما تستقبلهمش، وبالتالي لم يحدث ما يسمى بالتاهيل النفسي والتاهيل الاجتماعي لهؤلاء الذين كانوا يعيشون في الصحراء ويعني يمارسون الحرب. لابد من نوع من التأهيل لهؤلاء. لا، رفض يأهلهم، ولم يقبل هذا فقط، وإنما حرض دولهم على أنها لا تستقبلهم، فتحول كل واحد منهم إلى قنبلة موقوتة. دولهم حتى رفضت تستقبلهم. الله لم وبعدين كانت النتيجة عشان إيه؟ عشان يثبت نظرية صراع الحضارات، وانه يعني الاسلام هو العدو القادم البديل بدل الشيوعية بعدما سقطت. عشان يثبت هذا يقوم ايه؟ يحاصر هؤلاء، ويصبح هؤلاء بلا مأوى، بلا بيت، بلا تأهيل، ليس امامهم الا مواصلة الحرب. وطبعا تحولوا الى منبوذين ممنوعين من دخول اوطانهم، لم يجدوا لهم مأوى حتى في بلادهم التي نشأوا فيها، وكان ذلك مقصودا ومتعمدا ليؤدوا دورا جديدا يثبت عداء الاسلام للغرب حين اخترته بعض الدوائر في الغرب ليكون عدوا بديلا بعد سقوط الشيوعيه. وجرت الامور في هذا الاتجاه كما خطط لها، وكان الاسلام وشعوبه هم الضحايا المتهمون دائما، ويجب ان يظلوا في ذاكره الامم مصدر كل شر ووراء كل تهديد حدث أو يحدث. وبرزت من هنا نظرية الفاعل الجاهز في أجهزة الإعلام، والصور المختزنة لعبت الصور المختزنة من قبل، وتكنولوجيا الإيديتينج دورها الفعال بالرمز والتلميح حينا أو التصريح مباشرة، وانهالت الاتهامات، وخصوصا وأن الساحة الإسلامية خالية من أي دفاع من الإسلام من الإيه من المسلمين. لما انتهى دي الحقيقة رقم 6. هذه الأوضاع كلها أدت في نهاية الأمر إلى حالة من الإحباط وفقدان أي مصداقية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبخاصة بعد الانتهاكات التي حدثت في الفلوجة وسجن أبو غريب وجوانتانامو وغيرها. والطمة الكبرى أن هذه الانتهاكات التي سودت وجه القرن 21 صدرت من أكثر الدول حديثا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. الحقيقة 7 في معنى الجهاد اللي الناس خايفين منه. الكلمة دي أصبحت مرعبة، حتى الاسم، لو اسمك جهاد الناس بتخاف منك. واحد بيقول لي مرة كنت مش عارف إيه، فالراجل بيقول لي واتس يور نيم؟ قلت له جهاد، فراح القلم واعي منه. طبعا لما نيجي نعرض وجهة النظر دي جماعة بتوعنا بتوع العضلات يقولك وإحنا والله لا أنا عالم شرطة ولا عالم سلطة. أنا يعني لا عالم شرطة ولا عالم سلطة، ولو أنا عالم سلطة كنت أروح بلدي أشتغل هناك، يعني هناك أماكن كتيرة قوي متوفرة. لكن نحن نعرض الحقائق.
معنى الجهاد هنستعرضه النهاردة في واحد من أكبر المصادر والمراجع الإسلامية اللي هو مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني ده راجل عالم مشهور من علماء القرن الرابع الهجري، كان مبرزا في اللغة والأدب ومن أكبر علمائها، وكان مفسرا للقرآن وعالما ومؤلفا في علم المنطق. له أكثر من يمكن 50-60 كتاب في يعني نواحي العلوم المختلفة. يقول كلمة الجهاد مشتقة من الفعل جهد، والجهد أو الجهد هو المشقة، وقيل الجهد الجهد بالفتح المشقة، والجهد بالضم الوسع يعني الطاقة، ومنه الاجتهاد وهو أخذ أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال جهدت رأيي وأجهدته، يعني أتعبته بالفكر. والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والمدافعة هنا مفاعلة، فهي مشاركة بين طرفين، طرف يهجم وطرف آخر يدافع ويرد الهجوم. أدي معنى كلمة إيه؟ مدافعة العدو، فطرف يهجم وطرف آخر يدفع. المجاهدة ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان نمرة 2، ومجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: جاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ودي في سورة الحج: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآية دي في سورة الايه؟ سورة التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا أهواءكم، خذوا بالكم، جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. هذا هو تعريف الجهاد الذي تخافه الدنيا الآن. فيعني نوضح أكثر شوية، هل من مزيد؟ نعم. النوايا المدخولة بقى والصدور المشحونة، أما جئ يعني حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، يدور على غلط يعني عشان يلصقه بيك، حتى لو ما عندكش غلط يخلق لك غلط. العرض بقى اللي بيتم دلوقتي عرض محور وفيه نوع من سوء التأويل. ليه؟ لأنه بيتجاهل المعاني الجميلة اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام دي: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. كل الكلام ده التأويل الجديد الفاسد بيلغي كل ده، ويحاول أن يجعل من كلمة الجهاد عدوان على كل ما هو إيه غير إسلامي. طيب، الجهاد بياخد صور متعددة، منه طبعا مقاتلة العدو، جهاد العدو ده جزء منه، لكن كمان بياخد جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفرقة والتصدع، جهاد الأسرة في تربية أولادها، جهاد التقاليد الفاسدة حين تطغى بتأثيرها على الحقائق وتعتدي على الفطرة، جهاد الدعوة إلى الخير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إذا كان هذا هو الجهاد، فلماذا فرض وما أسبابه ومقتضياته؟ ليه فرض؟ لما بتيجي كلمة الجهاد كلنا بنكش ونبقى على استحياء وخايفين، كأننا يعني متهمين بشيء. الجهاد يا أخوانا أسبابه اللي فرض من أجلها أهي. تأمين حرية الناس في الاختيار. إذا كان هناك طاغية معين يحول بين الناس وبين ما يريدون، الأمة المسلمة هنا تدعو إلى الجهاد لتحرر الناس حتى يختاروا ما يشاءون. فيبقى أول هدف من أهداف الجهاد إيه؟ الحرية. أول هدف من أهداف الجهاد الحرية، أن تكون حرا فيما تختار. تختار الإسلام بقى ولا تختار غيره، أنت حر. فأول هدف من أهداف الجهاد الحرية. الهدف الثاني تأمين الدولة وحماية حدودها من أي عدوان. في أي دولة يعني تتهم بالإرهاب لأنها بتأمن حدودها وتحمي حدودها من أي عدوان خارجي؟ أو ده السبب الثاني من أسباب الجهاد، من أسباب فرض الجهاد. السبب الثالث تأمين الدعوة بإزالة العقبات من طريقها حتى تصل إلى الناس بلا قهر أو إكراه. إن أنا أعرض على الناس، إنك تأمن حرية الناس في أنهم يسمعوا
في انهم يسمعوا. وكتير ابد كتير من الـ من الـ من الـ من الفرص النبي عليه الصلاه والسلام قال لاهل مكه لكم دينكم ولي دين، ابوا الا ان يقولوا له لنا ديننا وليس لك دين. طيب انت مش عايز تسمع، انت حر، ما تسمحش. يقول لك لا انا مش هسمع، انا مش هسمع ومش هخليك تتكلم ومش هخلي التانيين يسمعوا. هنا بقى يعني ماذا تفعل مع هذا اللي عايزك تتكلم ولا بيسمح للآخرين إنهم يسمعوك؟ يعني يريد أن يفرض إرادته عليه عليك وعلى الآخرين. هنا يدخل الجهاد، يأتي الجهاد كحل لهذه المشكلة. وحنقول برضو معنى الجهاد إيه؟ رفع الظلم وردع الظالمين وإنصاف المظلومين، ده السبب الرابع. السبب الخامس سبب غريب جدا ربما لا تعرفونه، حماية أهل الذمة من الأقليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات المسلمين. الأقليات غير المسلمة، يعني لو إحنا في مجتمع مسلم وتعرض لبعض النصارى أو بعض اليهود أو حتى بعض المشركين ممن يعيشون في المجتمع المسلم، ناس من غير المجتمع المسلم، وأرادوا أن يؤذوهم، المجتمع المسلم كله يستنفر ويعلن الجهاد والتعبئة العامة من أجل حماية هؤلاء. هل تصدقون هذا الأمر؟ هذا هو الإسلام الذي يتهم بالإرهاب، يجيش الجيوش من أجل حماية المخالفين له في العقيدة والدين إن كانوا يعيشون في مجتمع المسلمين. يجيش الجيوش، يعلن حال الطوارئ إذا أوذي ذمي واحد من أهل الكتاب يعيش في المجتمع المسلم، واحد يهودي أو نصراني حصل له ضرر، واحد من المجتمعات الراقية دي اعتدى عليه وانتهك حرماته، نقول لهم ردوا للرجل اعتباره واعتذروا له وعوضوه وإلا هنحاربكم. بتحارب من أجل إيه؟ الشيخ فلان؟ لا، من أجل بولس ومتى ومرقص ونسطورس. يعلن الحرب من أجل هؤلاء الذين يعيشون غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي، ورد العدوان عنهم إذا تعرضوا لأذى. طيب حماية لأول مرة في التاريخ من أجل حقوق الفقراء يفرض الجهاد إذا امتنع الأغنياء الموسرين عن دفعها وعن أدائها. دي الأسباب اللي من أجلها إيه؟ اللي من أجلها يكون الجهاد. أستاذنا العلامة العظيم الشيخ محمد الغزالي يقول الإسلام ليس طلقة فارغة تحدث دويا ولا تصيب هدفا، إنه نور في الفكر وكمال في النفس ونظافة في الخلق وصلاح في العمل، إنه نظام يرفض الفوضى ونشاط يحارب الكسل وحياة فوارة بالخير العام في كل الميادين. وقد فهم مسلم الأمس هذا الفهم فانطلقوا يعمرون المشارق والمغارب ويبعثرون في طريق الإنسانية الأزهار والآمال، والتحقت بهم الشعوب الأخرى لتتعلم وتستفيد، وكانت أمتنا عنوانا ضخما على حقيقة كبرى، حقيقة اجتماعية وسياسية وأخلاقية تعني الحضارة الأجدى والثقافة الأوسع والكرامة الأوفر والحرية المصانة. وكان جهادها يعني أن العالم يأخذ بيد الجاهل، شوفوا معاني الجهاد، أن العالم يأخذ بيد الجاهل، وأن المتقدم يأخذ بيد المتخلف، وأن الغني يأخذ بيد الفقير، وأن الحاكم خادم لشعبه. هذه هي المعاني الرائعة التي فرض الجهاد من أجل تحقيقها، وهذه هي المبادئ التي انطلق المسلمون من الجزيرة العربية وهم يحملونها مستخدمين العقل الجديد والنور الجديد والعلم الجديد الذي يضع للدنيا تمييزها بين الحق والباطل. فهل بقيت مساحة بعد ذلك للتأويل الفاسد الذي يصور الإسلام دين السلام والحب وكأنه حرب ضد الحياة؟ الحقيقة التاسعة، هذا هو الجهاد في مضمونه، فماذا عن القتال؟ والإعلام ألين جونز اللي بيسمعوا منكم يجيب آيات كده، الإسلام بيقول قاتلوهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إيه فين موقع الحرب المقدسة بقى في الإسلام؟ الإسلام لا يعرف كلمة حرب مقدسة على الإطلاق.
الحرب ليست مقدسة عندنا، الحرب مكروهة، الحرب كريهة إلى النفس، لأنها أولا هدم لبنيان الله، هدم للإنسان الذي هو بنيان الله، وملعون من هدم هذا البنيان. فالحرب ما فيش حاجة اسمها حرب مقدسة. حرب المقدسة ده مصطلح نشأ عندهم في القرون الوسطى، وكانوا يستعملونه في الحرب ضد الإسلام، في الحروب الصليبية ضد المسلمين والإسلام، وكانوا يستعملونه أيضا فيما بينهم، كل طائفة تضرب الطائفة الأخرى ويسمونها حرب مقدسة. فإحنا ما عندناش حرب مقدسة، إنما عندنا القتال ده يعني آخر الدواء الكي كما يقول العرب، ده آخر الدواء التي يمكن أن يلجأ إليها الإنسان، آخر الدواء. والقرآن الكريم يقول كتب عليكم القتال وهو، مش انتوا بتقرأوا الآية دي كلها كلكم؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، يعني الحرب كريهة. هنا نصل إلى مفصل الموضوع لنفرق به بين ثقافتين ومنهجين وتصورين، ثقافتنا وثقافة الغرب. في الثقافة الإسلامية لا يوجد مصطلح الحرب المقدسة، وليس معروفا في الثقافة ولا في الفكر الإسلامي، وإنما هو مصطلح معروف في المكون الثقافي الغربي، بينما هو غريب عن بيئتنا كمسلمين. فالحرب عندنا ليست مقدسة أبدا، ولا نعرفها أو نلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، لأنها ببساطة شديدة هدم لبناء الإنسان الذي هو بنيان الله، وملعون من هدمه. ومن هنا يصور المكون الثقافي للمسلم الحرب بأنها كريهة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من ثم لا يجيز الإسلام اللجوء إلى الحرب إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة في دفع الأطراف المتنازعة وعودتهم إلى نقطة العدل. خلص البطارية. إلى نقطة العدل المفقود والتوازن الغائب. هذه الوسائل بقى عشان نعيد بيها الطرف الشارد إلى نقطة العدل المفقود، هذه الوسائل هي عبارة عن إيه؟ تتمثل في مجموعة أشياء تسمى الحراك. الحراك يعني إيه؟ استعمال كل الوسائل للضغط لعودة الشارد ده إلى نقطة العدل. حراك سياسي، حراك اجتماعي، حراك فكري، حراك اقتصادي. وأول هذه الوسائل وأجملها هي الدفع بالتي هي أحسن ليتحول العدو صديقاً والمخالف حليفاً والمنازع سنداً وعضيداً. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يبقى كأنه الحرب ده خيار لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، ولأنه كريه، وفيه وسائل بقى بنستعملها قبل كده، حراك سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي ويعني بشتى الأنواع، بحيث إن إحنا لا نلجأ إلى هذا. وأول هذه الأشياء وأجملها وأعلاها الدفع بالتي هي أحسن إذا كنت تستطيع أنك تتحمل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب، للمرة الأولى في تاريخ الدنيا بينضبط القتال بقواعد أخلاقية. إيه هي القواعد الأخلاقية دي؟ أولاً القتال لابد أن يكون في سبيل الله، أي أنه لا يكون بدءاً بعدوان على الآخرين على الإطلاق، لا يكون بدءاً بعدوان على الآخرين، وإنما يرد العدوان ولا يتجاوز. ده نمرة واحد. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وهو قتال من أجل حرية الآخرين في الاختيار. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهو قتال من أجل حقوق الفقراء كما بينا. قال الصديق أبو بكر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهو قتال من أجل نصرة الضعفاء والمظلومين من بطش الأقوياء والمستبدين بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وبعد ذلك كله فهو قتال الحق فيه فوق القوة، والعدل فوق الخصومة، وإنسانية الإنسان فوق كل اعتبار. في حديث أنس
ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. نعم، وصى أبو بكر الصديق قائدا له بيقول له: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا هرما، وأنت ستمر على قوم حبسوا أنفسهم زعموا لله، اللي هم ناس المعزولين في الصوامع والبيع واللي يعني بيتعبدوا، زعموا لله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. وبعدين يقول له: لا تقطعوا نخلا ولا شجرا ولا تهدموا بيتا. أنا أقول هذا الكلام، أقول هذا الكلام لحضارة القرن العشرين التي تضرب سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين، بل تضرب المساجد وتهدم الدور على أصحابها. أقول هذا الكلام لحضارة القرن العشرين اللي صنعت اللي رصد الآن لكل واحد من البشر 8 أطنان من المتفجرات. وأقول هذا الكلام لأصحاب الثقافة اللي بتقول: إذا فتح لك رب الجنود بلاد الأمميين الأشرار فاقتل النساء والأطفال وقطع الأشجار واهدم المدينة ولا تبقي فيها حجرا على حجر. عندنا: لا تقطع نخلا ولا شجرا ولا تهدم بيتا ولا تقتل امرأة ولا شيخا ولا صبيا وستمر على قوم حبسوا أنفسهم لله، دعهم وما حبسوا أنفسهم له. هذه هي ضوابط الحركة الجهادية في شريعة الإسلام، ومن شذ عنها شذ إلى النار. أخيرا، أضواء الحقيقة بتكشف التشويه المتعمد والتأويل الفاسد. قضية الحديث الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وده بقى التأويل الفاسد عندنا، يعني واخدها كده بقى إيه، بيرفع راية الراية دي: أمرت أن أقاتل الناس. قديما قال الشاعر الحكيم، علل الشاعر الحكيم أسباب النظرة المريضة، بيقول لك: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يجي يشرب كده يقول لك: المية دي مدخنة، المية دي ريحتها وحشة، المية طبيعية بس أنت اللي مريض. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. الثقافة الفاسدة في الحقيقة تحدث في العقول ما يحدثه الطعام المسموم في الجسم الإنساني. فإذا أضفت إلى فساد الثقافة فساد الضمائر والخلق وفساد النوايا الخبيثة والصدور التي لا تنطوي إلا على الشر، فلك أن تتصور كيف تشوه الحقائق وتنقلب بقى المعايير. يعني المسألة ذلك بالضبط ما تحاول أن تسيره حول الإسلام ونبي بعض الضوائر المعروفة، يعني وهي تستعمل هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. وأنا يعني بذكر، كان لنا صديقة استرالية يعرفها الدكتور محمد النقيب، بنزورها وتزورنا، ويعرفها بعض الإخوة والأخوات الموجودين هنا، بنزورها وتزورنا بعد ما يعني أنسناها وأنست بنا وكده، بتقول: أنتوا ناس كويسين جدا، بس طب ليه عايزين تقتلوا العالم كله؟ فأنا ضحكت، قالت لي: بتضحك ليه؟ قلت لها: أنا عايزة تقولي الحديث. قالت لي: آه بالظبط، كلهم بيعلموا أولادهم: خد بالك من المسلمين، أولاد الإيه دول؟ دول عندهم إنه أي واحد غير مسلم. مين اللي قال كده؟ يقول لك الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخوانا، أقتل غير أقاتل، في فرق بين أقتل وأقاتل. كلمة أقاتل دي معناها إيه؟ أدفع الطرف المهاجم، فهي دفع لعدوان قد بدأ، عدوان علي أنا أرده، وبصمم إن أنا برده، أي واحد هيعتدي علي هرد. هذا هو معنى القتال، مش معناها إن أنا أقتل، وبالعكس أنا قد أقاتل أخي إن حاد عن الحق. إزاي تقاتل أخوك؟ يعني مش بس الكافر، مش بس غير المسلم، لا، أقاتل أخي إن حاد عن الحق. إزاي؟ القرآن الكريم يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فاعملوا إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والقتال هنا مش معناها الذبح، إنما معناها الحراك اللي إحنا قلنا عليه، الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي لترد الظالم إلى نقطة العدل، عشان يرجع إلى نقطة الإنصاف ليعود. نعم أهو، يعني بيقول لك حتى بين المسلمين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت. طب إذا كنت هتقتله هتصلح بينه إيه؟ ما أنت قتلته خلاص، هتصلح إيه؟ ما فيش معنى للصلح. يبقى إذن القتال هنا ليس معناه القتل، كويس؟ ليس معناه القتل أبدا. نعم بعدها دكتور، أولم كلمة أقاتل على وزن أفاعل، وهي غير كلمة أقتل، وتدل على المشاركة، فهي لا تصدق إلا تعبيرا عن مقاومة لبادئ سبق إلى قصد القتل، فالمقاوم البادئ هو الذي يسعى يسمى مقاتلا. وده تقول إيه؟ لأقاتلن فلان على مالي وعرضي، هل ده معناه أنك تقتله ولا معناها أنك تدافع عن مالك وعرضك؟ معناها أنك تدافع عن مالك وعرضك. ثانيا، حكى البيهقي عن الإمام الشافعي رضوان الله عليه قوله: ليس القتال من القتل بسبيل، وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. يبقى القتال هنا معناها إيه؟ إن أنا أفضل أزق فيك بوسائل متعددة، أضغط عليك بوسائل متعددة لحد ما توصل إلى نقطة العدل. أنت في آخر الطرف، أفضل أزق فيك بالحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والخلقي وكل الوسائل، ومنها القوة طبعا، ومنها القوة إذا اقتضى الأمر، لحد ما تصل إلى نقطة العدل. لما تصل إلى نقطة العدل أقول لك أيوة يا أخي كده أنت يعني عد لصوابك وخلاص انتهى الأمر، كويس؟ الإمام الشافعي بيقول: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ثانيا، ثالثا، فصل ابن دقيق العيد في شرح العمدة وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين. بعدها رابعا، في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، موجب القتال هنا هو الحرابة. الجماعة دول كانوا بيعملوا إيه؟ الجماعة دول كانوا عبارة عن قطاع طريق، كل ما واحد من المسلمين يطلع بتجارة يروحوا متعرضين له، كل ما واحد من المسلمين يطلع بتجارة متعرضين له. فدول عصابات، العصابات دي وإن كانت مسلمة حكمها إيه في الإسلام؟ حد الحرابة، مش كده؟ حتى لو كانوا مسلمين. فالقرآن الكريم هنا بيقول إيه؟ بيقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يعني إيه؟ المشركين دول من المقصود بهم مين؟ المقصود بهم قطاع الطريق الذين كانوا يمارسون الحرابة ضد المسلمين في مكة. موجب القتال هنا هو الحرابة التي كانت تمارس منهم ضد رسول الله وضد المسلمين، وليس الكفر، بدليل حتى بعض الغساسين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام بعت له رسول، بعض الغساسين قتلوا، فالقرآن قال لهم قاتلوهم. إنها مش معناها إن أنا أعلن حرب عالمية على الدنيا كلها. فموجب القتال هنا هو الحرابة التي كانت تمارس، ولأن الآية التي نزلت مباشرة بعد هذه الآية تنص على البر والقسط مع الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كلمة أن تبروهم دي، البر ده صفة إيه؟ ده صفة العلاقة بين الإنسان ووالديه،
صفة العلاقة بين الإنسان ووالدي. أنا ما عنديش عداء مع حد، ما عندناش عداء مع حد خالص. من كفر فعليه كفره، ومن كفر فلا يحزنك كفره، هو حر مع ربنا. لكن أنا فيه مقتضيات أخلاقية أتعامل معاه فيها. اللي ما بيقتلنيش صديقي وله مني البر والقسط والعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. طيب الحديث ده طبعا من رواية البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى كأنه أموالهم ودماءهم ما كانتش معصومة قبل كده. بإيه؟ بالحرابة اللي هم بمارسوها. يعني إن تابوا يبقى خلاص انتهى. مصدر الخطأ في الفهم كلمة أقاتل، ونحن شرحناها، ويعني المنطق مع الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا إن إحنا نبرهم ونقسط إليهم، ويمكن أن يكون منهم أصدقاء. ما في أبدا بأس أن يكون منهم أصدقاء. وبلغ من تسامح الحضارة الإسلامية إن إحنا يعني هارون الرشيد كان في بلاطه وزراء من غير المسلمين، من غير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة استعمل غير المسلمين، مش كده ولا لأ؟ استعمل غير المسلمين. فيعني قضية روح العداء السائدة دي ما هيش مش موجودة عندنا. طيب ليست الغاية من القتال إذن أن يقولوا لا إله إلا الله كما جاء في ظاهر الحديث. فإذا كان أهل الكتاب مستثنين من الحديث المذكور، فهل يتناول الوثنيين؟ نعم يتناولهم. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني ما ينطبق على أهل الكتاب من البر والقسط ينطبق على إيه؟ على الوثنيين اللي هم ما لهمش دين. والحقيقة الواقع حتى بيقول لنا كده، يعني بلادنا الإسلامية مليانة بالمعابد، بالكنائس، وحتى معابد للبوذيين موجودة في كل بلاد المسلمين. نعم. سورة التوبة بقى فصلت في أوائلها إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا إليكم عهدا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بالإضافة إلى كلمة الناس، كلمة الناس دي يعني إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس يعني أموت كل الناس؟ هذه من ألفاظ العموم التي أريد بها الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الأولانيين هم الناس التانيين؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، الناس دول مين؟ أهل مكة. يبقى كلمة الناس هنا من ألفاظ العموم التي أريد بها الخصوص، فمحدش يخدها على أنها إيه؟ يخدها على أنها عامة يعني. نعم، الفهم الخاطئ بيأخذها على أنها عامة، وسوء التأويل، سوء التأويل بيأخذها على أنها عامة. هي من ألفاظ العموم التي أريد بها الخصوص. نعم بعد يا دكتور. الدليل بقى على كده ان المسلمين وهم في اوج قوتهم كانت اخلاقهم تنضبط بضوابط شريعتهم، وحتى وهم في الحرب نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عن قتل النساء والاطفال والعباد والشيوخ الكبار. هل يعي كل هذه الحقائق رجال الإعلام في أستراليا؟ إننا نتمنى ونحن على يقين أن الشرفاء في أستراليا أكثر من المتعصبين، وأن الباحثين عن الحقيقة أكثر بكثير من أهل التأويل الفاسد والتشويه المتعمد. قبل ما أختم سألني أحد الصحفيين وأنا في آخر مؤتمر في القاهرة، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سألني بيقول لي إنه أستراليا بلد بيقولوا صحراها شاسعة وأرضها واسعة وفيها ألوان من الطيور وألوان من الحيوانات وألوان من الحشرات وفيها أزهار جميلة، فما هو أجمل ما في أستراليا؟ فقلت له أجمل ما في أستراليا
أنك تشعر أنك حر، أن تشعر أنك حر. أجمل ما في استراليا أن تعبر عما تريد. أجمل ما في استراليا أن تتعامل، أن الأصل في التعامل معك أنك صادق إلى أن يثبت أنك كذاب، وأنك بريء حتى تثبت إدانتك. الذين يريدون أن يحولوا استراليا إلى سجن كبير نقول لهم لا تفعلوا ذلك، لأنكم تغتالون أجمل ما في القارة الخضراء. لا تساهموا في إصدار قوانين تخترق على الناس صدورهم لتعد عليهم الأنفاس وتأخذ البريء بالشبهة لتثبت أنه متهم. لا تفعلوا ذلك. أيها السادة والسيدات، سلمتم من كل سوء، وسلمت استراليا من الذين يدورون في فلك أتباع قابيل ويسعون في الأرض فسادا ويريدون أن يشعلوها نارا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يريدون أن يشعلوها نارا تحرق الأخضر واليابس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين.